رأيك؟ لا رأيي تمام. يعني بص، في جزئية مهمة جدا، ايه هي؟ برضو احنا الراجل المدير الفني اكيد هو اكتر حاسس اللعيبه دي جايه بدنيا شكلها ازاي امينه. يعني برضو هو جايين طبعا جايين في فتره اعداد وكده، برضو ان هو يديهم دي مهمه جدا. يعني هو ممكن يبتدي بالراجل تبقى من الناحيه الشمال، بس ممكن ما تدومش كلهم يا كابتن. ما هي دي النقطه، عشان كده ده كان سؤالي. ما هي لا، ما سؤال الخطه على قد عايز اعرف هتشركوا مين من اللعيبه. هتفرق معاهم يا امينه، وهو اكتر حد يحسهم هو المدير الفني. حاجتين، اول حاجه الجهاز يعني يكون بدنيا جاهز، دي نمره واحد، وفنيا والتجانس بقى معاه. اما نزل التمرينات التلات امرينات قبل كده وشاف اللعيبه دوره ايه مع اللعيبه، دوره مع اللعيبه ممكن سواء ده بقى اللي هيبتدي بيه، يا اما اساسي في البدايه، يا اما خلي بالك ممكن يبقى مفاجاه ويبتدي بيه من البدايه، وبرده الخصم محدش يعرف عنه. فدي دي كلها جزئيه مدير فني بالظبط يا سيف، صح. من خلال الفتره دي شافوا لا ده حاسس، والكلمه اللي انت قلتها مينا ان هو يحس الكلام اللي احنا بنقوله، اللي هو يبقى ده ماتش اهلي وزمالك، ده ماتش ديربي، ده ماتش سوبر افريقي، برافو عليك ورايح يعني فاهم ازاي. يعني هيبقى انا كمدير فني بقعد مع اللعيب بتاعي، اما بجهزه قبل بطوله زي دي ببقى حاسس، سواء من خلال التمرينات اللي قبل كده او انسجامه مع اللعيبه، خصوصا ان هو لسه جاي بقى له فتره بسيطه جدا، فصدقني دي هتفرق جامد جدا. لا صح. وبرده في نقطه مهمه، ان زي ما احنا اتكلمنا انت لازم يبقى البدايه معاك فرقه قويه ومعاك على الدكه ناس قوى، ممكن انزل اخر تلت ساعه نص ساعه يكون الفرقه قدام الكابتن بدنيا. ايوه صح، يستغل ويلعبوا وقت كتير يا كابتن خالد، مش شرط انت ممكن تنزله نص ساعه بالزبط. ممكن الشوط الاول تديله 45 دقيقه في الوقت ده بالذات على حسب النتيجه، على حسب طبعا على حسب النتيجه وحسب هو ايه.